إلى خبر آخر، الخرطوم تعلن عن تدابير قانونية بشأن اللاجئين والأجانب. كشف والي ولاية الخرطوم المكلف الفريق أحمد عبدون حماد عن وضع تدابير لازمة لإنفاذ القوانين والتشريعات لتنسيق شؤون اللاجئين والأجانب، وذلك وفق الاتفاقيات والمواثيق الدولية، مجددا اهتمام حكومة السودان بقضايا وشؤون اللاجئين والنازحين والأجانب. وقال الوالي خلال مخاطبته يوم الأربعاء بفندق السلام روتانا، افتتاح ورشة عمل الإطار القانوني والإداري لأذونات عمل اللاجئين التي ينظمها المجلس الأعلى للتنمية البشرية والعمل أمانة العمل بالتعاون مع معتمدية اللاجئين والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين. قال إن السودان يعد من أوائل الدول الموقعة على اتفاقية جنيف لحقوق اللاجئين، ووجه بتهيئة البيئة المناسبة للاجئين بالولاية حتى يستطيع اللاجئون إيجاد فرص عمل تمكنهم من العيش الكريم والمساهمة في التنمية ودفع عجلة الاقتصاد. جاته أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للتنمية البشرية والعمل دكتور عبد العاطي محمد خير اهتمام المجلس بقضايا وشؤون اللاجئين من خلال تدريبهم في مجال التدريب المهني والحرفي ودمجهم في سوق العمل، مشيرا إلى أن المجلس وضع خططا وبرامج واضحة للمرحلة المقبلة من ضمنها تنفيذ برامج العمل. من جهتها أكدت إليزابيث تان ممثلة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين حرص المفوضية على تعزيز التعاون المشترك بين المفوضية والجهات المختصة من أجل ضمان واقع أفضل للاجئين في السودان. إذن الحديث عن اللاجئين والتدفقات الكبيرة اللي جاءت إلى السودان بسبب المشكلات اللي ألمت ببعض الدول الصديقة والجارة، وآخرون يسكنون في السودان لسنين طويلة، إلى أي مدى يمكن أن يتم تنظيم عملية اللاجئين في السودان؟ هو جانب ضروري بالنسبة للعمل العام. أنا أفتكر أن الواقع الاقتصادي الاجتماعي المأزوم الآن في السودان، اللاجئين هم لهم القدح المعلّى في من أسبابه يعني الرئيسية. اللجوء في العالم كله يا إما أنك موجود في 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 مخيم وتصرف عليك الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدولة بتشرف عليك أمنيا ولوجستيا، أو أن تعاد إلى الحدود اللي أنت جيت منها إذا حصل ظروف. نحن ما زي أوروبا حتى نتحدث عن أنه نهتم بعطالة اللاجئين وعدم وجود أعمال لهم أو كذا، لأنه حتى المواطن بتاعنا ما عنده مشكلة. إحنا ما هولندا ولا أمريكا ولا أوروبا، وحتى أوروبا اشتكت مرة الشكوى وقفلت حدودها في اتجاه اللاجئين. الحديث ده حديث دولة أوروبية يعني أنه نفتش لهم شغل. الآن اللاجئين ماسكين كثير جدا جدا من مصادر التجارة الداخلية، وهم أسباب كبيرة جدا في الاحتكار وفي كذا وفي كذا وفي كذا تمليك المواقع. والآن الحكومة بتشتكي من الدعم وبتتحدث عن أنه حترفع 200 الأشياء المدعومة دي فيها جزء كبير جدا، بالذات العاصمة. يعني العاصمة موبوءة جدا باللجوء. أفتكر اللجوء يعني والخواجات دين بيدردقوك وما بيدفعوا، يعني بالذات أهو تركيا استضافت كميات كبيرة جدا من اللاجئين من دول عربية ودفعت الثمن واضطرت أنها تخوض حرب. شوف التكلفة الدفعها دافع الضرائب التركي، اضطرت تخوض حرب حتى توفر منطقة آمنة داخل سوريا عشان تعيد لها اللاجئين، لأنه سببوا في شوك اقتصادي واجتماعي وكذا وكذا. بفتكر أنه ولاية الخرطوم تتعامل مع اللاجئين وفق قوانين اللجوء يعني. طيب التحرك المفروض تعمل الحكومة شنو؟ احنا بنتكلم عن بعض الجنسيات اللي هي للأمانة يعني محظورة في كثير جدا من الدول بسبب النزاعات والحروب اللي تجري على أرضها. السودان فتح لهم هذه فتح لهم الأبواب ليدخل السودان ويعيشوا فيه، ويعني هذه فضيلة إنسانية نحن في النهاية لا ننكرها، لكن متى نعود لمربع الحقوق والواجبات الدولية؟ والله أنا بفتكر أنه إدارة شأن شعوب يعني ما لا يعني غير أنه إدارة شأنك أنت الخاص اللي بيلجأ للعاطفة والفضيلة والأشياء. الشعوب واحد زائد واحد بيساوي باثنين. أنت عندك شعب وعنده حقوق عليك وبيدفع ضرائب، وضرائب دي مفروض يتقابل دي ياخذ مقابلها خدمات. إذا أنت عندك إمكانات زي يعني مثلا في أوروبا ممكن إذا دولة استضافت ناس معناها حتديهم من إمكانات الفايضة دي كده، لكن أنت أصلا ما عندك إمكانات حتى غير فايضة. أنا بفتكر أنه التعامل يتم وفقا لقوانين يتم حصر اللاجئين بشكل كامل، لأنه الآن ليس هناك حصر. طيب إذا كان حصر اللاجئين ده كلام سهل. إذا كان في حديث كان سابق عن أنه
مثلا أشقائنا في دولة جنوب السودان اللاجئين الموجودين في ولاية الخرطوم تقريبا بيصلوا 2 مليون. يعني هل ده مؤشر انه فعلا الاعداد دي كبيره وفعلا هي تستهلك من المواد الاستهلاكيه والسلع المدعومه قدر كبير جدا يمكن ان يعني شويه كده يرفع العناء عن كاهل المواطن اذا ما توفرت للمواطن هذه السلع؟ طبعا ما هو لو جه شخص واحد في المكان بيخصم من حتى لو جه شخص واحد على 100 شخص بيخصم منه، سواء كان احنا بدنا نحدد اذا كان من جنوب السودان او من دول اخرى جار. بل في نوع جديد من اللجوء في السودان، ما جديد هو لكن نوع ما بسبب الحروب ولا بسبب عدم يعني في دول الان اقتصاديا، في دول في افريقيا اقتصاديا هي قدامنا يعني قدام السودان، لكن لانه الهيكل الاقتصاديه بتاعتها صارمه يعني ما بتحتاج الناس الدايرين يبلطجوا ويعيشوا ساي كده على البتاع هذا كل. يعني في ناس كثيرين جدا من دين بيجوا السودان، لانه السودان فانا مره كان بيتكلم خواجه في واحده من الادوار قالوا السودان البلد الوحيد اللي انت ممكن بعد ما تطلع من المطار بين الساعه واموره كلها ترتبها يعني من غير عناء. يعني محتاجين مراجعه خاصه التجاوزات اللي حصلت في السجل المدني لمنح الجنسيات بالتجنس لغير السودانيين.